أهلا بكم. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية بعد الخسائر التي مني بها الجيش الروسي شرق أوكرانيا. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين مخاوفهم من لجوء بوتين إلى تفجير نووي استعراضي في أوكرانيا. من جانب آخر أفادت شبكة NBC الإخبارية نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية بأن واشنطن أجلت تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتجنب رد روسي خطير حسب تعبيرها. هذا ونقلت وكالة ريانوفستي الروسية عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تأكيده أن العالم بات بالفعل على مشارف مواجهة نووية قد تكون نتائجها كارثية حسب تعبيره. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الكرملين أن استخدام سلاح نووي يخضع لضوابط ومحددات واضحة في العقيدة النووية الروسية. بعد التقدم الأوكراني، بوتين يتراجع ويحشر في الزاوية. لكن سيد الرئيس، ماذا ستقول له إن لجأ إلى استخدام سلاح كيماوي أو نووي تكتيكي؟ لا تفعل. ذلك سيغير وجه هذه الحرب بشكل لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. وما هي تبعات ذلك إن حدث؟ كيف سترد الولايات المتحدة؟ سنفعل بالضبط ما يجب علينا فعله، وبالتأكيد لن أقول لك. تبعات ذلك ستكون كارثية، وسيتوقف رد فعلنا على ما سيتخذونه من إجراءات. ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات على مواقع عدة في أجزاء من أوكرانيا وصدت هجوما أوكرانيا على خيرسون. كما اتهمت كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتوازيا مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، تشهد إستونيا اجتماعات اللجنة العسكرية لحلف الناتو لبحث التطورات الاستراتيجية العسكرية داخل الحلف وسبل تنزيل القرارات المتخذة خلال قمة الناتو في مدريد بشأن الردع والدفاع. على خطوط الشرق الأوكراني تحتدم أشرس المعارك. القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد توازيا مع سعي القوات الروسية لإقامة خط دفاعي بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف. تقول وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يطمح لتأمين هذا الخط لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسة القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من جهة أراضيها في بلغرود. وعلى جبهات أخرى تستمر المواجهات بينما تسعى القوات الأوكرانية لتثبيت قواعد ارتكازها. هنا وفي هذه المناطق ستختبر قوات الخطوط الأمامية الروسية من جديد إذا ما كانت لديها احتياطات ومعنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق بعد انسحاب آلاف الجنود الروس أخيرا من عدة مدن في منطقة خاركيف. ضرباتنا عالية الدقة استهدفت نقاط الانتشار المؤقت لتشكيلات مسلحة أوكرانية في مناطق خيرسون وميقولايف وخاركيف ودونيتسك، وألحقت خسائر في المعدات والعربات العسكرية. تحولات الحرب الأوكرانية في شهرها السابع لا تزال تهيمن على تحركات القوى الغربية. في إستونيا تلتئم اللجنة العسكرية وهي أعلى سلطة في الناتو لبحث التطورات الاستراتيجية العسكرية، حيث تحتل الحرب في أوكرانيا نصيبا مهما. أوصلتنا حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا إلى حقبة جديدة للأمن العالمي، وباتت القواعد الدولية بأكملها والنظام القائم يتعرضون للهجوم. الحلفاء في الناتو سيدعمون أوكرانيا التي أظهر جيشها شجاعة هائلة في هذه الحرب. هذه الحرب التي توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلتها على الرغم من اعترافه بتقدم عملياتها العسكرية ببطء شرقا، تظل اختبارا للجيش الروسي لتثبيت قواعده هناك وفق التعديلات التي أجراها على استراتيجيته. كما تختبر أيضا الدعم الغربي الذي لا يزال يؤجل قرار مد كييف بصواريخ بعيدة المدى قد تعيد ترتيب المشهد العسكري في أوكرانيا وفق قواعد جديدة. وللمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسلنا سعد خلف، ومن خاركيف مراسلنا محمد زاوي. وأبدأ مع محمد.
محمد من خاركيف. محمد، لو تضعنا بداية في آخر التطورات الميدانية، وكيف يتعامل الأوكرانيون مع ما يرشح الآن ويتم تداوله من حديث عن إمكانية استخدام الروس لسلاح النووي؟ نعم نضال، الرواية الأوكرانية تقول بأن الصراع لا زال مستمرا على عدد من الجبهات. وفق البيان المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، يقول بأن الجيش الأوكراني ما زال يركز جهوده من أجل السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، ولذلك يوجه جهوده في تلك المنطقة، خاصة في محور باخموت وكذلك أفدييفكا. هناك عشرات البلدات خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت لقصف مدفعي وجوي. وفق ما قال الجانب الأوكراني، يستخدم الجيش الروسي مختلف أنواع الأسلحة وفق الأوكرانيين. طبعا البيان الأوكراني ذكر بأن الجيش صد مجموعة من الهجمات البرية كانت تحاول الانقضاض على تلك البلدات الاستراتيجية الواقعة في مدينة باخموت، هذه المدينة التي يبدو أنها أصبحت هدف رئيسي على مر الأيام الماضية من قبل القوات الروسية. في جنوب البلاد الصورة تبدو مغايرة، حيث أكد الجانب الأوكراني بأنه يوجه ضربات كبيرة لمراكز تواجد القوات الروسية في هذه المنطقة، منعها بشكل كامل من استخدام أي جسور تربط الجهة اليمنى بالجهة اليسرى في الجهة اليسرى من نهر دنيبر الذي يقطع منطقة خيرسون. وقال بأن الجيش الأوكراني قتل خلال الساعات القليلة الماضية نحو 180 جنديا روسيا تمركزوا في أحد المصانع وفق ما قالت الاستخبارات الأوكرانية. طبعا إلى ذلك ما زالت مناطق أخرى تشهد مزيدا من القصف. الجانب الأوكراني يقول بأن 15 غارة جوية شنها الجيش الروسي على مواقع متنوعة في مختلف مناطق البلاد، حتى منها هنا في منطقة خاركيف وبضوافعها على الحدود مع روسيا. أكثر من 10 بلدات تعرضت لقصف بالمدفعية والقذائف الصاروخية وفق ما تقول الرواية الأوكرانية. طبعا فيما تعلق بمسألة الأسلحة النووية أو استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، الجانب الأوكراني حذر في أوقات سابقة ولا زالت هناك تحذيرات من إقدام الجانب الروسي على هذه الخطوة، ولذلك دائما الأوكرانيون يدعون إلى مزيد من الضغط على روسيا ودعم بلادهم بالأسلحة لمواجهة أي تقدم روسي على الأرض. يرون بأن نصر أوكرانيا سيكون حماية لأوروبا وللجهة الغربية للناتو كما يقولون. نعم سعد، يعني موسكو مجددا في مرمى الاتهام الغربي، هذه المرة بإمكانية استخدام سلاح النووي، وطبعا حالة هلع عالمية إزاء مثل التصريحات الأمريكية الأخيرة. كيف تتعامل موسكو مع المخاوف الغربية والاتهامات لها؟ يعني نضال، موسكو ما فتئت تؤكد من جديد على نفيها وتفنيدها لهذه الاتهامات والتحذيرات الغربية، يعني ردا على تصريحات وتحذيرات الرئيس الأمريكي بأن موسكو إذا استخدمت السلاح النووي أو استخدمت السلاح النووي التكتيكي تحديدا في أوكرانيا كاستظهار للقوة أو كاستعراض للقوة، فإن واشنطن سترد بحسب اتساع نطاق أو مدى نطاق هذا الاستخدام. رد اليوم الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف حينما سئل عن هذا التحذير الأمريكي، قال أن عليكم الاطلاع أو العودة إلى العقيدة النووية الروسية التي تنص وتنظم مسألة استخدام روسيا للسلاح النووي، وهي تنص على بندين رئيسيين في هذا الشأن، وهما إذا تعرضت روسيا لهجمات نووية حين فقط يمكنها أن تستخدم السلاح النووي ردا على هذا التعرض لهذا الهجوم النووي، وأن منظومة الأسلحة الاستراتيجية النووية الروسية لديها أجهزة إنذار مبكر تفيد بأنه باستخدام هذا السلاح أو إطلاق سلاح نووي عليها، الرادارات النووية بترصد إذا ما أطلق سلاح نووي على روسيا ولذلك تقوم بالرد عليه. الحالة الثانية، إذا تعرضت الدولة الروسية لتهديد يهدد كيانها، هذه الحالة فقط أيضا هي التي يمكن لروسيا أن تستخدم السلاح النووي فيها. لذلك هي تفند التحذيرات الغربية وتقول أنها بعيدة الآن عن مثل هذا التهديد الذي يهدد كيانها. لذلك
هذه التحذيرات الأمريكية تراها موسكو غير مبررة، بل هي في سياق الحرب الإعلامية التي تتعرض لها حسب التصريحات وحسب التصور الروسي هنا في الداخل. فيما يتعلق بإمكانية استخدام الأسلحة الكيماوية، تفند موسكو أيضا هذه الاتهامات وتقول أنها تخلصت من ترسانتها الكيماوية بشكل كامل في عام 2017، لذلك هذه التحذيرات أو الاتهامات الغربية لا أساس لها من الصحة. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية على الساحة الأوكرانية، بالفعل اليوم الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغر كاناشينكوف في عرضه الصحفي اليومي أكد على أنه كانت هناك محاولة اختراق من جانب القوات الأوكرانية في منطقة برافدينا في مدينة مقاطعة خيرسون، تصدى لها الجيش الروسي وأسقط عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش الأوكراني يزيد عن 120 قتيلا ودمر عدد من الدبابات. بالمقابل أيضا صرحت المصادر العسكرية الروسية بتعرض مدينة دونيتسك في المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية لقصف أوكراني اليوم، حسب ما نقل حاكم هذه المدينة قتل في هذا القصف الأوكراني 4 مدنيين. أيضا فلاديمير روغوف الناطق باسم الإدارة العسكرية المدنية المختلطة لمقاطعة زاباروجيا الموالية لروسيا بالطبع، صرح منذ قليل بتعرض مدينة ميليتوبل لقصف أوكراني، وهذه المدينة هي إحدى المدن التي تسيطر عليها روسيا في مقاطعة زاباروجيا، وقال أن 5 انفجارات وقعت بهذه المدينة، بالإضافة أيضا إلى تعرض مدينة إنيرجودار التي تقع بها محطة زاباروجيا للطاقة النووية لقصف أوكراني. شكرا جزيلا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي من موسكو، شكرا أيضا لمحمد زاوي مراسلنا في خاركيف. وينضم إلينا الآن من واشنطن إدوارد جوزيف، أستاذ دراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز، ورحب بك معنا سيد إدوارد. يعني ربما خلاف التصريحات الأمريكية أيضا يأتي تصريح لوكاشينكو، وهو طبعا الرئيس المقرب من فلاديمير بوتين وربما حتى يعني ينعت بأنه إحدى أذرع بوتين، أن العالم ربما بات أقرب إلى مواجهة نووية، في حين يعني روسيا ما زالت تتمسك بأنها لا تستعمل السلاح النووي إلا وفق عقيدتها النووية وفقط. بين هاتين الفكرتين كيف ترى التصريحات المتضاربة؟ أنا لا أرى أي تضارب، هذه تكتيكات كلاسيكية تستعملها موسكو، هم يستعملون لوكاشينكو كطرف ثالث، وروسيا سوف يقولون نحن لسنا من يهدد بالأسلحة التكتيكية النووية بل هو طرف ثالث، فلوكاشينكو الكل يتحدث عنه ويمكن للوكاشينكو أن يقول نحن لا نستعمل أي أدوات أو أسلحة نووية ونحن لا نهدد أحد، ويعلمون أن الولايات المتحدة والحلفاء في الغرب حذروا من مثل هذه التصرفات، وقالها الرئيس بايدن وحذر أن هذه المعارك خطيرة وهي تهدد العالم بأسره. إذن الكل يعلم هذا، ومجلس الأمن القومي يعلم ذلك، ويعلمون كذلك ما هي العقيدة العسكرية لروسيا. مهم أن نعلم أنه في النهاية هو يبقى قرار للرئيس بوتين، وهو قام بحسابات خاطئة، وهو يساعد في تدمير بلده لأنه استثمر الكثير، وهو ليس مستعد للقيام بذلك، هو ليس بشخص انتحاري، ولكن فلاديمير بوتين يجب عليه إعادة الحسابات. ما سوف نعم تشير إلى أنه ليس انتحاريا وأنه يجب أن يعيد حساباته، ولكن أيضا في المقابل سيد إدوارد يعني يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن ضربة نووية استعراضية، هذه العبارة يعني ربما تبدو جديدة في المنطق النووي على الأقل، لأن السلاح النووي يفترض أنه تدميري يقضي على يعني حتى الناس الموجودين في المكان مدنيين وغيره، ما معنى ضربة نووية استعراضية وأنت تشير إلى أن الرجل يفكر وليس انتحاريا وما إلى ذلك؟
نعم، يجب أن نتذكر. بالنسبة لسؤالك، هناك خطرين في استعمال تلك الأسلحة. هناك مستوى الأول، ونحن نتحدث عن صواريخ تكتيكية نووية صغيرة ولا تسبب التدمير أو الدمار الكبير الذي رأيناه مثلا في الحرب العالمية الثانية. وكذلك يجب أن نتذكر أن هذه الاستعمالات سوف تسبب لروسيا ولبوتين مخاطر كبيرة. نحن نعلم كذلك أن هناك الكثير من المفاعلات النووية المتواجدة قريبا من الحدود الروسية كزابوروجيا، وكذلك نعلم ما وقع في مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا. هناك خطرين نوويين، والرسالة التي يريد الرئيس بوتين أن يوصلها للغرب هو لا تدفعوني، لا تدفعوني، لا تدفعوني للقيام بعمل متهور، لأن قواته اليوم مضطرة للتراجع، وهو يعلم أن الأوكرانيين يتقدموا وأن الجيوش الروسية تتحرك نحو الوراء. إذن هو الآن ضعيف، وهو رئيس ضعيف، وهو متخوف من الشعب الروسي، وهو يستعمل البروباغندا. فلاديمير بوتين شخص ضعيف وقائد ضعيف، ولهذا لا يتحمل أي انتقادات لما يقوم به. ما يقوم به اليوم هو أن يدفع الولايات المتحدة أن لا يقوموا بمساعدة أوكرانيا بالسلاح، وهذا ما سوف يقع في المستقبل. بل نعلم كذلك أن الرئيس بوتين أصبح ضعيفا سياسيا في بلاده، وهو يعلم ذلك، ورأينا ذلك في مؤتمر شنغهاي مع روسيا والهند والكثير من الدول الصغيرة التي تنتمي لتلك المنظمة، وقاموا هناك بانتقاده، وانتقده جي جين بينغ، وانتقده الرئيس مودي من الهند، وقال له بوضوح أنهم ليسوا سعداء بهذه المغامرة في أوكرانيا. مودي قال له أن هذا الوقت أو هذا العصر ليس عصرا للحروب. كنت معنا من واشنطن، وعذرا على المقاطعة بسبب ضيق وقت.